ونقولوا كل التضامن مع زميلنا محمد بوغلاب. رحب بك محمد الشاوش، اهلا وسهلا. تحية ليك حذيمي وكيف المستمعين اللي ما كانوا يعطيك صح. شنو احوالك؟ كل عادة الحمد لله. كيف حالك؟ وين صار رمضان يبداو العبيد فايقين بالسيف؟ انت تو فايق بالسيف؟ باين باين. ديما نحاول نستوكا الصباح هكا ونتحركوا لاباس. الحمد لله. مش مزيان على العيد، ربي ان شاء الله. بدينا في تحضيرات العيد ان شاء الله. عيد مبروك لينا الناس الكل. رمضان 2023 يقلب موازين نسب المشاهده في الاخير، قرابه 4 ملايين مشاهده لمسلسل فلوجه في رقم قياسي جديد. الحوار التونسي يفتك الصداره من الوطنيه الاولى والوطنيه الثانيه. تلفزة رمضان، تلفزة رمضان على كابا فام. مسلسل فلوجة البارح محمد تبعت النهاية، كانت نهاية قلبت الموازين، قلبت الآراء الكل بين اللي كانوا ينقدوا في مسلسل فلوجة البارح. شفنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكل، الناس الكليكة تشكر، الناس الكليكة كذلك تعتذر من المخرجة سوسن الجمدي. مسلسل فلوجة إبداع كبير في التمثيل. البارح فاجئونا بالنهاية، الحقيقة تفاجأنا بالنهاية من النواحي الكل. رأيك محمد؟ والله انا رايي معناها ما نحبش، نحاول هكا نحتفظ به شويه خاطر ما نتبعش برشا الحقيقه التلفزه التونسيه. توا ناقصه شويه برودكسيون، ما فماش برشا برامج هكا تلفزيه هادفه. صارت ضجه كبيره على مسلسل فلوجه انه معناها فيه ميوعه وكل شيء. ديجا تعدى ميوعه المحامي اللي قام برفع شكوى ضد هذا المسلسل. دونك الهيكا كانت رسينة في اتخاذ القرار. ممكن استنيت لنهاية المسلسل حتى وزارة التربية كانت حكيت قرار. البارح كان الناس الكليكة تطلب من وزير التربية باش يشاهد المسلسل ويتفرج فيه ويشوفوا الأحداث كيفاش انقلبت الموازين، وكأنه سوسن في كل لقطة وفي كل حدث تحاول تبعث مساج جديد، إما للولي إما للمربي إما للتلميذ، وهما حلقة مجموعة ببعضها. خلينا نرجع معاك محمد على أهم ما كتب وأهم ما قيل. خلينا نبدأ بتدوينة. نعرف اللي سمير الوافي ديما ما ينقد وديما ما يحكي في جل المستجدات، كانت تعطينا شوية محمد من هذه التدوينة اللي كتبها البارح سمير الوافي. سمير الوافي كان قال معناها الآن وبعد هذا الإجماع على جودة مسلسل فلوجة وبلوغه أعلى درجات الإتقان إخراجا وتمثيلا وكتابة، وتأكد من عدم تجنيه على الواقع وصدور حكم جماعي ببراءته من التحامل على المجتمع وسيطرته على حواس التوانسة وتحكمه في أنفاسهم طيلة عرضه ونجاته من كل المؤامرات الفاشلة التي استهدفته من محامين وجمعيات ونقابات وصفحات غوغاء ومؤسسات. يقول معناها في الاخر معناها التدوينة ان الدولة مطالبة بالترفع والرسانة والحكمة، وهذا حتى كان يشد كما قلت انت محمد. كان قال بفضل تعقل الهيكة وترفع الدولة وعدالة القضاء اللي يعني كانوا رصينين في اتخاذ القرار، هذا ما خلى وعي جماعي كما اعتبر الوافي في تدوينة كان نزلها البارح. كما نعرفوا سمير الوافي ديما يلقى العديد من الناس تتبع فيه، ديما ناس سوى تنقد او كذلك. بالإجماع البارح مسلسل فلوجة كان خذاء 10/10 بالإجماع، مع بعض التحفظ من البعض كذلك. نلقاه في تدوينة أخرى نرجع 3 أيام التالي مهذب الرميلي، مهذب نعرفه اللي هو ضد كل الأعمال السنة يظهر لي. مهذب الرميلي قال نضال السعدي أفضل أداء تمثيلي رمضان 2023، وزاد أعلن موقفه من العمل إجمالا. يعني هذا قال ديجا قبل موقفه أنه العمل إجمالا ما عجبوش برشا، ولكن في الفن لا نجامل ولا نتحامل. هذا ما كتبه عنده 3 أيام التالي مهذب رميلي. خلينا نفكركم بالمسلسل بشنو يتمحور بالأساس. يتمحور على دور العائلة اللي هذه الحاجة عجبتني برشا، اللي حاولت سوسن رأيي الشخصي هذا سوسن الجمني حاولت توصل دور العائلة وغياب العائلة كي تكون فما تفكك أسري، كي يكون المراهق في عائلة ضعيفة ومش متوازنة شنو ينجم يكون نتاج عليه. شفنا القراية ما عادش قراية، وشفنا شنو اللي صار فيها، شفنا تبعوا حاجات أخرى كما المخدرات كما الاغتصاب وغيرها من الأشياء. المسلسل يتمحور على دور العائلة وتأثيرها على حياة المراهق في أصعب فترات نجم يعيشها إلا الإنسان، فترة كلها تغيرات سواء على الصعيد الهرموني وإلا الجسماني وعاطفي كذلك. لازم برشا وعي في التعامل معها. النقطة المشتركة لهنا كما قلنا بين التلامذة كانت العائلة، واللي على قد ما تتبنى وإلا على قد ما تكون العائلة متفككة على قد ما يكون التأثير السلبي ويكون كبير على المراهق. المراهق شنو يحتاج؟
يحتاج يشوف أبو وأم يحبوا بعضهم، يحترموا بعضهم، يكونوا قدوة بأتم معنى الكلمة. أوقات الوالدين ينجموا يضعفوا، لكن هم يكونوا أكبر ردع لوالديهم لصغيراتهم عفوا. منجموا أكيد كان نسامحوا ونتسامحوا مع بعضنا ونتعايشوا إما مع بعضنا. زاد فما صورة أخرى للصغيرات اللي ما خلاوش المربي متاعهم تغادر بالصورة هذيك، وكأنه هي حست بعدم انتماء، حست بخوف برهبة، حبت تهرب المديرة من المدرسة من الليسي اللي كانت موجودة فيه. والصغيرات في لقطة رجعوا اعتبار للمربي للمؤسسة التربوية، ما نجم نقولوا كان اللقطة هذه برافو، خرجوا بلقطات ياسر حلوة. كذلك الدين، عطوا صورة أخرى على الدين، ديما نعرفوا اللي الدين متشدد، اللي يقولوا ديما متشدد في الدين، وانت تعرف ديما ما يحاولوش ينقلوا الدين بطريقة مزيانة ومحلها، ولكن ديما يقولوا لا فما تعصب فما تشدد. اليوم خرجونا صورة محلها، بالأخص لقطة نضال السعدي وقت اللي يشتح يظل عملنا عليها برشا برشا جو مع أغنية يوما غير عليك، مشيت ياسر ياسر حلوة. هي يعني اشتركوا الحب، يخلينا نشتركوا كل شيء مع بعضنا، يخلينا نشتركوا في القيم، يخلينا نشتركوا في المبادئ، يخلينا نشتركوا في الغرام. بالحق محلها كي نحبوا بعضنا، محلها كي نلقاو عائلة زادة تبني، انه يكون المراهق غدوة هو خاطر يعرفوا لي باش ياخذ المشعل من غدوة، يعرفوا لي هو باش يبني من غدوة، يخليوه يكبر في محيط وفي بيئة تكون سليمة على الأقل. شكرا لك سوسن الجمني من رأي الشخصي، شكرا لك على هذا الإبداع. الحقيقة أنا ما كنتش نتبع فيه في الأول المسلسل، ولكن بعد البوليميك اللي صار عاهدت نفسي أني باش نتبع، وقعدت نتبع فيه وعجبني النقد، عجبني النقد اللي قاعدة تمس في كل النقاط. العائلة مستها، المجتمع مسته، جل الظواهر يعني مست المخدرات، مست الاغتصاب، مست المراهق، شنو ينجم يعيش في الوسط الأسري والوسط التربوي. هذا هو حذامي، سمحني كان قصيت عليك، انه هذه خليها تكون نقطة باهية خايبة، خليها تكون نقطة إيجابية باش نرجع رواحنا في المؤسسات التربوية اللي بالحق معناها حاجة ما تصورش على البال، كيف صغيراتنا قاعدين يمشوا في طريق خايب على الآخر، طريق معناها الحراب وطريق الخايب وطريق الحرقة. احنا نحبوا نأطروهم نفسانيا ونخليهم معناها بيئة سليمة باش نطلعوا جيل سليم، ونرتقيوا بالأعمال الفنية متاعنا باش نشجعوا العبيد انه يعملوا حاجه مزيانه في أكيد. في الدراما كي تكون الدراما وكيكون المسلسلات نتاعنا بين النقد والفن، تخرج لنا حاجه مزيانه برشا، برودوي نجموا نتفرجوا فيه، نجموا نسمعوه، ينجم حتى يوصل للكل، يوصل للكبير ويوصل للصغير، يوصل لديارنا الناس الكل، دار العائله الكل تتحل في المسلسل هذا. صبحنا احنا حتى الكل في كبافيم نحكيوا عليه، احلام زميته ولا تتمثل، ما نحكي لكمش على علي المديني، ما تفرجش البارح ولكن احلام عاودت جسدت له المشاهد الكل محلها، كالصورة تقدم كما هي، الصورة المختلفة، الصورة الواقعية للمتدين وللصغير والمراهق. ممكن هذا أول عمل خلى كل شيء جامع مع بعضه. نضال السعدي كذلك برافو، قدم دوره كما ينبغي بلا مبالغة، على خاطر ساعات نشوفه اللي الفنان تلمو يقتمس هكا الدور يحس روحه بالغ شوية. نضال قدمه كيما هو الدور. هذا هو مسلسل فلوجة البارح، كل الاحترام وكل التقدير لكل الممثلين اللي كانوا فيه. هذه تلفزنا في رمضان، طبعا جل المسلسلات الأخرى لقوا الاحترام ولقوا الانتقاد، كما للساندريلا لقت بعض الانتقادات الكبيرة، يظهر لي ثم جزء ثاني من للساندريلا، فما تفضل فما جزء ثاني من ساندريلا، هذا اللي أعلنته في آخر الحلقة البارح. يعني استناوا رمضان الجاي باش تعرفوا اسكو باش تعرس ساندريلا ولا لا. يلا شيء آخر طلع عليكم مني تعالى في موجز الأخبار، باش أخليكم مع يومة من أحلى الأغاني اللي تنجموا تسمعوها من غير عليك.